بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عمير ابن وهب صحابي جمانته، وهذا الصحابي الجليل إعوان هي لقد غدا عمير بن وهب، لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي، فأراه لجس الحكتي عمر الخطاب ويري عمير روح النقضي ماذا كجعل لها أولاد إذا قاك من عيطان، يعني بمعنى أنه كجاري إن عمر بن الخطاب ويري هذو من كان عمير لليه هي وحام بحيتاه حان قاري هير أن أولادي أن للي أما ولا شيء ذي قار كم إذا أن يسجل كجعل له. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناج بنفسه صحابي كان عميرة وكسر لابتي بدر يسجل سوب بادي، لكنه خلف وراءه ابنه وهب أسيرا في أيدي المسلمين، لكن هل كان عكريس التجي ويل أدالي إلا به جي وهب ومسلمين تا قعنتو ذا كجرو أي سواق فاشين. طبعا مركا كان دقال كان كجرو عبير مسلم معها دقال كي بدر كجرو عينا كي مشركين تا هنالي قلت دقال لمين ركسو الله بتأسه وسوى بادي لمن الدين لمن القفالا، لكن ويلو دالي وهب لغم مقعابا يهلك كسوهري. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتاة بجريرة أبيه. عميرنا وحول الكهي إن ويلك دالي أي مسلمين تأوقف صدان أما أغير أرصدان دمي أبيه وجيستي، أخذ فلان بجريرة فلان، هبل 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 معركتي وحال الله قبص هبل دمبي ماشي لك به له رو سيري مكة كل أذى دب جيستي ويل كاجا لك قوين دونا بيحال المسلمين تكجوس، وأن يصوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال. يلو كب قني إن ويلكي سلد دنسيو عذاب كان غدرا يضل لغا قديو وحي أبيه وأذيب أه والنبي أقيستي إيو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبتي وهلي شسيه وأقيستي إن إساق الله قبص ذا ويلكا ولكن كل أنو بدبادي وأنا صلابتي، لكن حول والإبوهاية كي أن دالي أولي مسلمين تأيق عنتك وهيستان مر هدي المها قال لها يستان ولي والله هيستا ولي ماذا بتبادل. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها. أرور أروريها كمذا حل برق أه بوح آذي عمير مسجدك وكعبضة أه سوء كعبضة وطوافه صنميذا هل كهكوها ريسان كعبضة وبركيستو إلا أنه مشرك. فوجد صفوان بن أمية جالسا إلى جنب الحجر فأقبل عليه وقال عم صباحا يا سيد قريش. ركو ماشي تجي بروح أركي صفوان بن أمية الجمحي ونكي قريش يا أهام يا أبو وهب لديه جري ننكاب وماشي مركا هلي إساق أوه حجر إسماعيل وكعبادة كاملي هلكا مركا فردية ويمد الحكير عم صباحا وسلام جاهلية لسكو سلام الجري عم صباحا يعني معنى أرور ونكسن أو كله ماشي عن كده هنوي حلم إذا بأكتو ذكاء يا سيد قريش قريش أذى جيديو وانكو سلامي سلام تبان كو سلام الجري سلام توحب الله بي عمير ابن وهب وهنا سلام يا صفان ابن أمية. فقال صفوان عم صباحا يا أبا وهب
isna wuu jawaabay wuxuu yidhi abu wahbow ama sidoo kale subax wanaagsan. Marka Cumayr ibnu Wahab wiilka u dhalayna waxaa lagu magacaabaa Wahab. Marka waa Wahab marka loo abtirin wuxuu noqonaa Wahab ibnu Cumayr ibnu Wahab. Marka Cumayr baa abu Wahabna waa la dhahaa halkaa. Marka yaan isaga ka darmi jawaabtii markuu bixiyey Safwaan wuxuu yidhi ijlis atxadath saaca bal fariiso in yar aan sheekaysanna. Fainama yuqaطacu aw yuqطac aw yuqaطac alwaqtu bilxadiid, waqtiga waxaa lagu socosiya sheekada eh, bal in yar ila fariiso. Marka saaca marka leeyahay macnaheedu maaha in 60 daqiiqo aan halkan fadhinayna, maaha maxaa le waqtiga taimkan saacadda 60 ka minid ah maba jirinba. Marka waa in yar meesha mata saaca in yar aan fariisanna wey. Fajalasa cumayrun biizaai safaan ibn umaya, cumayr halkaasuu fariistay isagoo saa ila soo horjeeda safaan. Watafiqa arrajulaan yatadaakaraani badran, labadii nin marka waxay isula dhaqaaqeen inay ka sheekeynayaan badr iyo dagaalkii dhex maray muslimiinta iyo gaalada. Wamasaabaha alcaiim iyo dhibkii weyn ee kasoo gaaray halkaa. Wayucadidaani alasra aladiina waqacuu fi aydi muxamadin waasxaabi, waxayna bilaabeen halkaa inay isla tiriyaan raggii nebi maxamed iyo asxaabtiisa ay taxaabteen oo ay qafaasheen oo gacanta ay ku dhigeen. ويتفجعان على عظماء قريش من قتلتهم سيوف المسلمين, يوم مكة قدام قنايا رجي ووينا قريش كتر سنة أشراف تيدي أها أو المسلمين تسويف تود أي كل هايين. وغيبهم القليب في أعماقي, عالك بدر لغو قري يغو نمبا. مكة غيب القليب عالك با قريوي في أعماقه قنتي سنة مكة, يعني عالك تلك لغو قروي. طبعا والله من او مكه كان مشركين وحي فديان كعبده ولي اسنانتي اي دحتال او ان ولي لغا حرين وحي وحا مركيبا مدير اي كسو وريبتي دغالكي بدر جبو ان هلكا او كسو غاري واتي دير بحا كل لقسيي مركا شيكدا سيدنا وحا ددكو اد او شيكيستان هضبا واقع سياسه مركا تاغن حالدا تاغن واقع عادي ادو قرعنا iyo jab ba-an oo runtii aan la ilaawi karin ah bay bilaabeen marka inay isku cabaadaan. Oo ma xusuusataa wixii ka dhacay? Isaan baa laynoo galay hebel hadduusan meesha istaagi lahayn, saan ma dhacdeen, iyo intaasoo qof baa lanaga qabtay, maxaanu ka yeelnaa, sideen dadka u soo ceshannaa, sheekadaasaa marka la galay. Dabcan waxaa laga yaabaa marka xaaladda iyada ah dabcan way ku taagantahay Cumayr, Safwaan waa ka duwan yahay, laakiin Cumayr way ku taagantahay, maxaa wiil baa ka maqan ayaa Safwaan oo nooy xoog muslim halka waxba ku waayay. Fatanahada Safwaan ibn Umayya, markii buu furka tuurta meesha ka dhigay, yani qofka marka uu hadal ku dhagan baanu sheegi karin, markuu jaanis u helo, markuu nafis yar dareemo oo halka kaga soo gooyo hadalka oo uu nafiso kelmadda saasa loo adeegsa. Marka fatanahada Safwaan ibn Umayya, Safwaan ibn Umayya ayaa markiiba afka kala furta ولا سوبو دي شيكو كما ده معناها سالو ادي سالو قاهان. وقال وحير ليس والله في العيش خير بعدهم, مربى هدي دكا دوغي وعظما ديني اها اي اوديا شيني اها اي دوغي ديني اها اشراف تي رجي ووينا بهدي سالو لا يقارن اي قعان كو جيران اي قدا شود محنا لولو اي تري سمر كاملا. ليس في العيش خير بعدهم الا النول هذا مركا وح معناها يسمى ليس مركا ملا وإلا الرعاو. فقال عمير بن صدقت والله رم باتشكت, ثم سكت قليلا إن يبو مركا آمصي. وقال مركا وسير ورب الكعبة, هذا كاو حاله عمير, ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به, وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي لمضيت إلى محمد وقتلته. كعب بدر ربي جيدا كل ضهرتي دايما اللي يقول لي هاي روح هجو ذا آيين جيرين عيال ير ير وقرب بقي إني أنا الضياع مان هدي هلك كان أنكتر الدين أنكتره لبلا أم بول وهاي مويانة لبلا هداني جيل لي محمد إنتان آذو من كوكسينها الكوكا كجولها. لكن waxa ay hakinayay oo aanan saan u rogi karin baa waxay tahay
diyuuntani cuslaysay waxaan ku gudanaana lahayn waan qaamaysna yararkanna haddii aan ka tago cid marka u bixi doonta dargeeli doonta marka ma jirto mar hadday saata labada qodob bay ugu taagan mooyaane maxamed abi mar ka takhalusila waxasamtu amra arrinkiisana waan soo afjari lahaaba wakafaftu shara shartiisana waan istaajin lahaa uma atbaca yaquulu bisawti khaafit wuxuu hadalka waday buu haddana hadal xoogaa yar oo hoos u dhigay buu wuxuu ku yidhi وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات ويل كيغا وهب جوغيتانكا وجوغا المدينة المنورة حدان هلكا آذو حيرو أرن شكي كيني كراما وضد كوي فهم يا مركي عمير با ماشي من الضهو عيد مركا إسلاه يساي مالها عمير وحيو محمد إنو الدلو حال إسلاه ويل كيسيب وصابه وقنايا طبعا ضدك مركا سال الله تحطنا والله قفاشو قعانتا لو قلقو WOP-ga marka macnaha lahaa oo marka raggii maxaabiistii dagaalka lagu qabsaday ah waa loo ogolyahay eheladooda inay soo booqdaan oo loo yimaado oo la bareediyo oo laga warhay waa la ogolyahay wuxuu yidhi halkaana janis baa ku jira bimacanaa maanta waxaan labada arrimood haddii meel la iga saari lahaa inaan maxamed janis u helo ama access aan u yeesho inaan meeshiis ugu tago aan dilo janisku aad buu u sarreeya maxaa yeelay markaan madiine aada cid iga shakinaysa markaa malaha leesh maxaa yeele ibni wahab halkaasuu ku jira marka halkaasuu jooga marka amran laa yuthiiru shubahaat wa arin aana wax shaki ah amaba noocan ma in laga shakiyo xataa meesha ma imanaysa buu yidhi ninkan marka safwaan janis buu hela marka idtanama safwaan bnu umayata kalaama cumayr ibni wahabin wuxuu ka faa'idaystay safwaan oo ka ghaniimaystay way ka fara qabsaday uu ka faa'idaystay hadalkii cumayr walam yasha an yufawita hadii alfursa mana aanu doonin in fursadanu marka ay dhaafto yacni bimacnaa wuxuu helay cid u adeegsan lahaa wuxuu helay hubkii nebi maxamed uu kula dagaalami lahaa nin iskaba diyaarsan oo leh uun afartan kumi haddii laga dabaro kuwana shilimaadkooda loo tuur markaan dhinta nin leh buu helay marka halka waa janis فالتفت إليه مركز صعب من عيسى وقال له يا عمير اجعل دينك كله علي أحلى الحدين يقول لي أن يدوش يسار كو فأنا أقضيه عنك مهما بلغ أنا كاقضي إن طوب جسنار وأما عيالك ثم يرر كانت كو الويل ثم فأضمهم فسأضمهم عيال ما امتدت بي وبهم الحياة عيالك هي أيان يعني كلام الدقائق قصوا الدرجة انت النولة يقول النوليين marka waxa walba kuga hayso laba arrimood un maaha dinkan aniga ii daa ana kala wareeg ciyaalka soo maaha ciyaalka waa ciyaalkaygii kuwaygan marka raacinayaa hal meel baan ku wada biilayaa ka sii xarirkaas marka wa ina fii maali min alkathrati maa yasacahum jamiica xoolaha aan haystana badi waxay ka qabaan waa xoolo wada gaari kara wayakfur lahum alcaysha alraqiib nolol wanaagsan oo waasicana marka u kafaal qaadi kara cumeyr marka dhibtii haysatay waa culayska waa laga qaaday janiskii ahaa inuu nebiga u tegi karana waa waarid oo halkaasuu marka yaal faqaala cumar wuxuu yihi idan uktum xadiidana haada walaa tudlic calay axada wuxuu yihi waaniya adiga afkeen isku ammaan hadalka noo qarin cidna ha u sheegin marka bimacnaa waa maxay diilka marka halkaasuu marka ku dhammaaday oo ah in cumayr awlaadiisana loo biilo deynkana laga gudo isna uu seefta u garwaaxsado qaato u dhaqaaqo nebiga madiine uu tago oo uu dilo iyadoo markuu meesha uu gelayn uu ku gelay calaa asaas eesh inuu wiilkii soo booqano qaama cumayrun min almasjidi ama qaal faqaala sufyaan marka laka dalik haddaba arrinkaas waad ugu ogtahay laka dalik baa waad ugu ogtahay waad igu og tahay in aan sirtaasu aanay bixin labadeen naga dhexaysaa ka seexo qaama cumayru min almasjidi waniraanu alxiqdi tataajaju fii fu'aadi calaa muxamadin cumayr wuu istaagay iyadoo wax alla wixii xiqdi ah xasad bini aadam loo hayn lahaa uu nebiga laabta ugu hayo oo naar ama dabka ka baxay xiqdiga yani qofka marka uu xasadka ka bato ama xiqdiga ka bato isaguna wuu gubanayaa ee qofkiina wuxuu ku yahay dab buu ku yahay dadkiina kama nasan karaan asna ma nasanayo marka tataajaj waxaa laga marka sida dhimbilo naareed oo marka
dhilaya ee horey oo kale laga dhigay xabdiga ninka hayo. Wadafiqa yuciddu lcuddata liinfaadi maa cazama caleyh, wuxuuna bilaabay marka inuu ku xisaabtamayo si uu u fulin lahaa go-aankii uu qaatay. Ilanin weyn wey kelmad baa ka dhacday, wixii uu rabay in lagala wareegin waa lagala wareegay, isna ballantuu qaaday waa inuu sideedii halkeedii u dhigaa. Famaa kaana yakhsha irtiyaaba axadin fii safari, mana aanu ka baqanay inay cidu ka shakiso safarka u gelayo. Dalika liannahu dawi alasra min alqurashiyiin, dalika lianna dawi alasra min alqurashiyiin kaanuu yataradaduuna calaa yathriba sacyan waraa aftidaai asraahum, maxaa yeele dadka eheladooda la qafaashay ee gacanta lagu dhigo qurashiyiinta ah waa loo ogolaa inay tagaan almadiina munawara ay ku lalaabtaan, iyaga oo markaa raadinaya habkii ay ku soo foran lahaayeen kuwii laga taxaabtay ee gacanta lagu dhigay. Marka halka kan wuxuu yidhi, khalaas cumayrow, maanta waxaa la gaaray waqtigii nebi maxamed aad ka arsan lahayd. Amara cumayr bnu wahbin bisayfi fashuxid wa suqiya summa, wuxuu yidhi seefta, wuxuu yidhi kow horta halii diyaariyo halii afeeyo, markii loo afeeyey kadib wadana sun afka ka mariyo, waxa la wixii sibir ah oo qofku markay ku dhacday inuusan mid dambe ugaga kicinba, maxaaba loo leeyay hala dhaya iyo dhiigga hala istaajiyey iyo hala tolo, suntaas waxaa la rabaa jirka intiisa kale inay ku baahdo uusan nebiga dib dambe u kicin. Ninka marka u tabaabushaystay, wadaca biraaxilatii fawuciddat waqudimat lahu famtata matnaha, markaasa waxaa loo diyaariyey gaadiidkii uu qaadan lahaa, waa loo diyaariyey, markaasuu halkaa ayuu marka inta fuulay wixii uu ku safri lahaa wuuna dhaqaaqay. Wayamama wajhahu ila shatr almadiina, xagga iyo madiina waru isku shubay. Wamilu burdayhi adagiinatu washar, iyada labadiisa go' waxa buuxinay ay yihiin xiqdi iyo kurhu nebiga u qabo iyo shar. Marka luqada carabiga wamilu burdayhi haddii la yidhahdo meeshii qofku ka dhihi lahaa, bimacnaa iyadoo qofka wuxuu buuxay dharkiisa isaga kaliima intuu buux dhaafay xiqdigii, kurhigii intuu isaga buux dhaafay, bay maradii xataa buuxsantay. Yani macnaa waa meesha waa nooc maaragtay utriga amaba idimatic loogu talagalay hadalka in markaa lasii weynayo. Balaga cumayrun almadiinata wamadaa naxwa almasjidi yuriidu rasuul allahi sal allah alay wasalam, wuxuu socdaba cumayr wuxuu gaaray almadiina munawara, afka wuxuu ama u abbaaray xagga iyo almasjid nebigu marka u socdaa sal allah alay wasalam. Falama gadaa qariiba min baabihi, markuu nebiga albaabkiisa uu ku dhowaaday, anaakha raaxilatahu, hashiisa meesha uu watay uu halkaa ku oramiyey, wanazala canha wuuna ka degay meeshaasu, bimacnaa meesha dhihira gaari halkaas ku baarin karaysta. Kaana cumar bnu khaaab kaana cumar bnu khaaab radia allahu canhu idaaka jaalisa maca bacdi asaxaaba qariiba min baabi almasjid, halkaa marka waxaa fadhiya marka uu cumayr imanayo oo uu hashaa halkaa uu ku dabranayo ee uu raba nebiga inuu u gudbo, waxaa fadhiya cumar bnu khaaab. Cumar khaaab marka wuxuu u dhow yahay baabka albaabka masjidka u dhow yahay. Yatadakaruuna badran wama khalafat waraaha min asraa quraishin waqadlaahum, cumar bnu khaaab iyo gruub kaloo saxaabada halka fadhiya iyaguna waxay ka sheekaysanayaan dagaalkii Badar iyo wixii ay reebtay oo ah dadkii quraysh oo gacanta lagu dhigay iyo dadkii la laayay. Ila mushrikiintu way sheekaysanayaan, soma falan way sheekaysanayaan, kuwan waxay ka sheekaysanayaan jabkooda, kuwan waxay ka sheekaysanayaan guusha ay soo hayay, isay hooyeen marka. Wayastaciiduuna suwara butuulaati almuslimiina min almuhaajiriin waalansaar, iyagoo halkaa ku macaansanaya soo ceeshanaya halyaynimadii ay muujiyeen raggii muslimiinta ahaa ee isugu jiray muhaajiriin ansaar ee dagaalka u adarada muujiyey. Bal hebel ma aragtay suu maalintaas wax u galay, seefta ma aragtay shanta u dhuu ka dhigay kaawix sida, waa laga sheekeynay marka. Wayadkuruuna maa akramahum allahu bihi min annasr, iyagoo halkaa ku sheegaya rabbigay uu ku maamuusa oo hiila wamaa araa caduwihi min annikaayati, iyo jabkii rabbigay uu tusiyey oo ah cadowgoodii wixii markaa ku yimi, iyo walkhidlaan ilaahay kuwa garabkooda uu ka baxay. Faxaanat min cumara iltifaatatun, markii cumar uu milicsaday. Faraa cumayr bnu wahbin yanzil calaa raaxilati, wuxuu arkay cumayr oo daabadiisa ka degaya, wayamdi naxwa almasjidi mutawashixan sayfahu, oona kusii socda masjidka nebiga, yani masjidka uu kusii socdo isagoo markaa seeftiisii markaa garabka igu jirto.
فهب مذعورا وقال اسقوا ارقق احسن مركي وسأبود من خطا مركز شيخ هذا الكلب اي جابيل عدو الله عمير بن وهب واله عدوي عمير والله ما جاء الا لشر بي وحان شر هنا نينك ام ايمان لقد الب المشركين علينا في مكه وانك نمكي المشركين ده مكه مكه الجولي. وكان عينا لهم علينا قبيل بدر انت بدر عاني باللابنة وانيك جاجوسك اها ورك اكتب لي اكتب لي مرك عمر الخطاب طبعا عمر الخطاب ملهم بو اها نبي قال اتوني فراسه المؤمن لا تخطئ قفك مؤمن كاوك فراس صوده قفك مرك مؤمن ايمانك مرك كوكالو وروح عندها قفك ساول الرعب وفهمك روح ماشي سي وسعودان اذا روحي انا هي عمر الخطاب مرك وانيك مو ضرين مرك هو كلب واي وعذب الهي الهي رسولك سكفرتي وحان شر ان ماشي ام ايمان بي هذا الكلام مرك يكذب ثم قال لجلسائه قال لجلسائه عمر الخطاب بكي لفت الله الوحير انظر الى رسول الله رسولك آل وكونوا حوله هرره سن استاغ واحذروا ان يغدر به هذا الخبيث الماكر كان الى لي نك كان خبيث دغرت بدن ان النبي دغر ام ليغا ما دغ غاسي اي الى لي رسول كبير انا اقاش قديسي ثم بادر عمر الى النبي عليه الصلاه والسلام مركز النبي صلى الله عليه وسلم حكي سوره وقل يا رسول الله هذا عدو الله عمير بن وهب عمير بن وهب عدو إلهي قد جاء متوشحا متوشحا سيفه وحوي من إسوه سيفتي وأحسن وقربك كشيت وما أظنه إلا يريد شرا وحان شر أهين إنو سن أسعن أرن كوان أرهبي يعني وح كلمة يشنك أم إيمان من موذي إنو وحان شر أهين إنو أسعوه فقال عليه السلام النبي قال له ادخله على ايش والقليل مش ثلاث مرات والرابع هل اي كان فاقبل الفاروق على عمير على عمير بن وهب له واخذ بتلابيبه عمر بن الخطاب عمير بن مركب يقول لي حقي سؤالي وقبط مركب تلابيبه هل كان ماشي كلام كان ماشي لا قبله وكليتي قبله طبعا ماشي مركب شارع ايوه مكي شنجين لكن مرضه هل كان قلت مركب ساعه قرب ورثه هل كان فوقبتي وطوق عنقه بحمالة سيفه مركز دونتي سنة ساعة وعجي سيفتي وتي قل كيدي وساعة مركز وقبت ماشا يعني حمالة ضروحة سيفتي سال لو قلي قل كيدي القليل سال سؤال قبت همر وحرق ماشا كلا الله سال وما ضع به نحو رسول الله سوى ساعة وجيدي وحي حق وحي طيب النبي صلى الله عليه وسلم قليلت فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أم عليه الصلاة والسلام على هذه الحال وكن النبي أركي من كان أوس صار وصل للجبل قال لعمر النبي بحول الله لعمر وحيد أطلقه يا عمر سيد دابي اسكدا فأطلقه عمر اسكدا ثم قال استأخر عنه حوالي دي بقى معرفتي دي بقى قدك كجر حوالي فتأخر عنه عمر قدام قدام بما كان قرت ثم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير وقال أذن يا عمير كد النبي صلى الله عليه وسلم عمير أنتو سأو قبل وقيل عمير بل سودو يسودو فدنا وسودو هذا مركني كم مركو ترتسين وقرير يا مرك لأن قام بالود دقي خطة يسمى فشلنت وقال مركو خير أنعم صباحا نبي قرر رأي مسلم وصباح وأنا أقسم بك وهي تحية العرب في الجاهلية وتي هذا نسوش الحين سلامتي إيش كل سلام الجيران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مركو عيلي لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير وما يرو إلهي وحن نقول شرفي ونو كرامي سلامك ونكسن تهذا لقد أكرمنا بالسلام إن السلام عليكم بإلهي نقول شرفي وهي تحية وهو تحيتي تحية أهل الجنة وأنا سلام تريد أجد أهل الجنة اسكو سلاما أهل الجنة سلام تودوي هلك طبعا عمير أو مسلم ما هي ولا قد جديد ولك أضو مسلم أه إن أصبح ونكسن هودي هودي سيدتي هاو ار يو يو هو لاس ان ليس كده هاي ولا كلمه السلام عليكم ان اجل بعد ليس قف كنا ود ادعي سوي مركا ما انت انا يعني ما عرفتي سيد لي هاي نبض ميا يو ما عرفتي هاي وحاصلا مع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الا الله مقرك تو سم مسلم هاي وسلامته مركا انا متيسم فقال الرسول فقال له له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام يا مركا حكيم وما الذي جاء بك يا عمير؟ عمير حاكو كان
فقال عمر بن الحرير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد. أدعو النبي كما فوق سلامته أنه مرعوبة ما عرفتي وديه جرتوي معناه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما الذي جاء بك يا عمير؟ عمير محاك كان. قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم. وعنو إمد إن أن فرطه من كان أسواق فالتان وقعنت أدخل دكتان طويل كي جاء، فأحسنوا إلي فيه يقوى ناجي. قال مركز النبي حيري: فما بال السيف الذي في عنقك؟ هدواي هي سيف تان أتصرك كسر تايم حيت، يعني معنى ضدك موقتها ما خيامي كرتي النبي والله الله يساوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حر بأن يلاده وحانو يمدويل كي يرميهيس إجراءات كلا مصعدة إن يلاده بروسيجر كلا الدواية هي سيفتر محيتي. قال عمير: قبحها الله من سوء في مبيل سيف الله العمد سيفتر، وهل أغمد عنا شيء يوم بدر؟ أم حيبا نوترتي ماني كي بدر بوحا سيقل لعيلهن هدي يحتري سي بيدا وحبقها، يعني هو رواين يلاد مركة إنه باشي وشأن يجيدي يلي وح أي ناقة وطاوة مالا بيلا دي سافتن أي سيف احتري ساي تاي ماني كي بدل ما رقع سجد عين لهم بيلا حمرنا من قبل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ هون إيه شاك بعد أتي من إيه شاك ما لها بوست هاي إيك عينه جوان هاي يبقى أردنه أربح هاي إيه شاك إيه شاك إكزاكت المحاك كان. قال: بحيث ما جئت إلا لذاك ماذا عليك وحكا قبتي وكو أكيس وحكا لو ما يمبي لأنه حنون نبيل كينا سيد داي. قال عليه السلام مركب سيد النبي: بل قعدت أنت وصفيان بن أمية عند الحجر. وركا أنا كسينا يا علي سفيان بقى واحد فريق ستان كعبالة لحلي هذا حجر إسماعيل أكتيس، فتذاكرت من أصحاب القليب من صرع قريش واحد كشي كي ستان رجل لقدي عيال كي بدر لغو قري أو قريش دتكو دي أها. ثم قلت مركز هذا هكذا وحا كتير قوابت أضافة لي: لولا دين علي وعلاي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. دين اللي يقول لي هنكبق يا إيري إذا أنفق فريو وأنا مكبق يا إيري الضيع ما مركز أدنته ما هنا نبي محمد وأن ديلي لها باتري. فتحمل لك صفان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني. صفان بان الدين كاي أولاد دي كالو رجينا دي أدشيد والله حائل بيني وبين ذلك، لكن أني أذي إله بأن أحجره إله بأن كلا تيري بن النبي صلى الله عليه وسلم وطب سكرت بيها هاي انصامه لو ذن يعني دافن شعر كاي هاو شيئين أفكار بأشكو أمان يعني لغم مقلن أفضل لوب يرو ودع لي سلب حيبوها مركي فريه صلى الله كياني صفان من منك اللي هاي عمير بن وهب الله هر دي يقول يري. فذهل عمير لحظة عبار بو أما كاك سنة هولو كبحي. ثم ما لبث أن قال: إن كذب بنتو السور يقول أشهد أنك لرسول الله وحن ترى رسولك إلى أينت. ثم أردف يقول كذب نحو الرعيم كلمة أردف أصلها وحال الله استعمال وفنقش ناون القف مركو قديد كمركو ساري نيكا كلا قضاء كسارة مالوك مغارفير وفنقلي هل كان أسل كيدي ما مركو أردف أتبع الحديث الشركات وحو الرعيم وحو سيوة وحو يقول سؤال: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء. رسول الله وانكو بين انجلي وانكو بين انجلي وحل ورا خبر رب السماء انك انت ما كان ديد الجن وما ينزل عليك من الوحي وحل وحي وحي كو سو دغان وان ديد الجن او تا وحن ديد الجن وحن يابا يقان، لكن خبري مع صفان بن أمية لم يعلم به احد الا انا هو، لكن شاكلي انا بحمر طيب أني إسفان بن أمية عد أغيد ملها أنا هلا وذاني والله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله إله من قد أرتئ وحان يقيني عدك لقوشة إناني دين إلا إله المهم إسفان أم باكو كان وكك وحي أهات ظهران أدي دي جنة خبر كان نوشيك وحي مجر هذا أسكوت هذا أسك سؤال لفتي وحان ده نبا، لكن هذا كان أني أعام همه وكلمة دي أني أعام كوها اللي أيتهي أو شاك أني إيو ما أردت السفان من أمية نضح مرتي وأسد تعبير كمعاصر كلا شرع الباب بدو حرين هذو نضح مري وعدنا ماشي أني جوجن لا بد أن كلي أنا لا بد أن كلي عدنا سد حيزي ما يجي إلى سبحانه وتعالى مويا إن هذا كسيسي أدوشك في الوقت بدن أني كسوريجي
arrinkaa wuxuu daliil u yahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waran wuxuu yahay falxamdu lilahi aladii saaqanii ilayka sawqan liyahdiyanii ila alislaam, ilahay mahad iska leh adiga agtaada ikeenay oo isoo kaxeeyey islaamkana markaa igu duway markaa itusiyey inaan islaamana ilaahay subxaanahu wa tacaala igu hanuuniyo. Uma shahida an laa ilaaha ila allahu wa anna muxammada rasuulullah, markaa kadib tawxiidkii sidaa igtaha ugu dhawaaqay marka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammada rasuulullah wa aslamuna islaam. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه نبي مركو أركي إنه عمير بن وهب وإسلام كو صاق قال بيوحو كير صحابة فقه أخاكم في دينه ولكن فهمسية دين كيس وعلموه القرآن قرآن كان برا وأطلق أسيره ويلك آت كهي ستانو كقفالتين أسيد داية إن كان محوها لك ريبي عجائب لصمه وهلي إن الله سبحانه وتعالى إسلام كي أتسيو كدب وحا إن إسلام كلا برا وحا وخير بنا القرآن كي إن لبرا ويك لجه يستولوا الكوكه هي وحن نبى لبتن مكا بذينا إن مكا إله سبحانه وتعالى ومكا سيسه لأن سوى شل أم كبحين ورانسن أم بحين وفدية أم بحين مكا إن الله سبحانه وتعالى وسود ذلك هل كان النبي وكب الله بيقول هذا فقه أخاكم في ديني وحال ربا إنه الداعية النقضة مكا إسوى مكا وإن وإن سجل القلبي ولا صحيحي ولا فهم سي الدين كان إله شودتك وحوشه. فرح المسلمون بإسلام عمير بن وهب أشد الفرح مسلمين تآد وفرح المرك عمير بن وصول إسلام حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب وهي المرك وهذا الكي عن هذا الكو ماشى كب الله بنا وكان مركا بمركي عمر بن الخطاب إن يركوه عمر يقولها إنه الكلب عدو الله سبحانه كلب بولها أدون كما أقول نعبنا هل روح إليه هذا كان مركب إليه قال لخنزير كان أحب إلي من عمير حين قدم على رسول الله ضفار من كجع لابي عمير نيك اللي مركب النبي قوي من يندله وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي ما أنت نوحا كجع الله وإلى شيء ذي عن بغير يعني قهر كمل بمعنى واكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان مركب يردو إستاقه هل باقي أي وحوك الميزان الجيران ماها كم بان سيكنا كم بان سكرر نعي وإيمان كاو قف إيمان لغير أنه ولالكي قوتي السنة قف إيمان لغير أنه ولالكي ما حتى إن كان أقرب الناس إلي ذاتك ذاتك أقولوا هم عيو العمر الخطاب شلنا عندها أن منك كفيرية وحاهاي يعني إنه كافر أها وخنزير مركا كتير من كلب بيه لكن ما أنت مرها دو مؤمن أو نقضي أو رسول كجعيل كيس أو صواق قليل أشهد أن لا إله إلا الله أولاد إسحاق إسحاق جعل لهم بيه يعني وحين موجين إسحاق وهي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرتهم إلى الأشخاص. وفيما كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الإسلام عمر كان عمير كوش بو قال كارس بالسينا دورة أسعد أنت ونفسدي سكوت ظهيري تعاليم الإسلام كبرني ويترع فؤاده بنور الإيمان بنور القرآن قلبي سنكب حين القرآن كنور كيس ويحيى أروع أيام حياتي وأغناه أون نولاني أم نولا أنت أون نولا ما المها أجوه ناكسا أجوه ضنسن مما أنساه مكة ومن في مكة وحجار هير وبهالماما مكة وحكجري إذا تجي جو صفان كشلي سو برنامج جري مين هذا أسو ديبي شيء كذي سو كبح إلا نك كان وحجار جو كلام جو ولا نولاني القرآن ك ولا نولاني النبي وصحابة وأركي أو تكان أو صوم جو عجيب وكله وحي كدم بيدم بس كهالما مسك حد يبغى يسمع صح دو نيجي سفانها لكن دكتو تاجي أخبار الرياضة يروح كده جيسيسي أنا محوشة كنا مركع مالها من صوص على ميسي صعد مورك الرادينية كان سفيان مؤمية كان سفيان مؤمية يمني نفسه الأمانية ويمر بأندية قريش فيقول مركز ويديشني مركز ديل رجوين بقى مركز كنت أكني قالها أما ما لها نادية ذا أي قريش أي فريسان وهالك أي سوي ماذا أنا مركز ولا يبغى كل يجي أبشروا بنبي عظيم وين كم بشعر سياتيكم قريبا مرلو فيمسيكم مقعة بدر أي هالمانسين دون إلا مركز أكو إلا ودون تان يبكي إنك سو جار بدر مركز شيء كذا إنه شيء مركز مرة هو إنه سرتي وجبي مركز مرة ولكن هالكاسو هذا الإسكا سيلان أو مال قلنا عاية أن لأغين بطورة يقول بشارة إست وروين باسوس مردو مردو ألوك لبيه دانا لكن مركب ما يقان لديه لديه تاقين. ثم إنه لما طال الانتظار على سفيان الأمية
صفان بن أمية مركي مدد إلى الديارات. أخذ القلق يتصرر إلى نفسه شيئا فشيئا. أرجح يولول باصو قال مركي حوجا مركي وأركي منكي ودري إن ورب اللي جاي مدة أنت على أجنة اللي يشكو أجنة اللي مدينة هالك الله سبحانه وتعالى دكتور أوكي أصلا تاعي أوبريشن كوقت الوفو لنا وقياسين هاي وحسها لموي نلقى شاكين معها نبي ولا فريسان وكوكو كجوين يا بوسلي لكن مدة دي مركي ديارات حاجة بالله إنه ولو حتى غدا يتقلب على أحر من جمر من الجمر إلا أدمو قفك قف مركم وسيحانه هذه كورا دي بلاد ضبع أو نار إنت الغور دي قول يقول جوجل وي ودولار يا تو سيحان لي قفك ما سيحان كرا ربما بأسور رجع صام يعني وحون نقض أدمو ديدبا نين مركا دي بلاد نارا أو ضبع اسكور رجع أدمو ده وطفق يسائل الركبان عن عمير وحونا باللعبة دادك مسافرين تا يكسوا الركمة حقا يا مدينة ونورة إنه مركا يجي هاي بارني ويدينه اللي ورنيك هاي ورم فلا يجد عن عند أحد جوابا يشفيه قف كالصور السنة جواب كف لن أو شافي سنة مهلي والعمر من اللي ما عرفته من ساو أك من ويل جزالك أو تجي من ما أخبرته مركا رادني إلى أن جاءه راكما فقال إن عمر قد أسلم إلى مركا ذنب ضد يوم مركا صعتاء المسافرين أي ويمد من بقى مركا سيرنيك عميرها منك هو إسلام فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة خبر كامركو مقلي كما دونين نار صمد كسو الدكتي أو كلا ودوشة كاقن عادي إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولي يكون مدر سن حسابته إن عمير بن عمير إنه إسلامي مركو عزلها مركو ما إسلامي ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض حتى هدي إسلامان وحل وحي خلق إلهي أرضه يقول كده وكوأب ورحضي إسلامان عمر موسى الإسلامي بقى كده على حسن المركب مركنين قال له هاي إساق إيو إسلام كيسو وحتى يلج الجمل في سم الخياط راتي لقد حدسي البضة ماشي إذا دونت اللي قلي أو كره ساعة سلة مينة وهو أركي وما مختلف الليل والنهار عمير بقى إسلامي مر نبح حسابكم درسا أما عمير بن وهب فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمير مركي وسيري الله إله إن يرى قوف لنا قوان واضح الشيء فقه إلهي ودينة إلهي ده أو دش كقيبي قرآن كإنت كاري كرب مركو إنت أدمي ونبي وقال يا رسول الله رسول الله لقد غبر علي زمان وأنا دائم على إطفاء نور الله وحا إصامري وقتي أي إصامري أو أن سجوك تأه وكغش قيني إن بختيه نور كإلهي أما إليس إفتين كإلهي دين تن إن الله تقال لمن كشقين شديد الأذى شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام قف كست دين الإسلام كهستنا من أذي يديو ديبان هنجري وأنا أحب أن تأذن لي وحمرك ما تجعل الله يستي إن كان إذا تد بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله إن مكة تبقى قريش أن دينك إلهي ويرو إلهي رسولك إلا أن نوحانها وقت بضنبا محن قليسا دينك إلهي الله تقال لم إله وقت بضنبا كشقي إن إليس كان إسلام كان يفتين كيس إن بختي مركة مرون مركة كان إيه وقلو دنبي أن قال سي الله ترتره إن ما أنت كشف إنسان ذاتك الدين إله ويلا فإن قبلوا مني فنعم فنعم ما فعلوا هدي إيه يا لانا وهو أنا سنبيك لي ما دين وإن عرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إيه سنة إيه دي سنة ويان إيه أنا لبان جارسين لب لم إذا كي أن صحابة الجارسين مركي دين كودي كتاتنا تلك بتلك مركي يعني من كان سرطان عارض فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم نبي يقول في الهواية ما رح ديبا انت أدتك أشي إلى هيدا البرتين دقاق الضبط فوافى مكة مكوي من مكة وأتى بيت صفان بن أمية سوسو أسعد أبو ركب الله بقول لي صفان نينك شرق دري وقال له يا صفان إنك لسيد من سادات مكة مين وحتى أضي أضياشي مكة كميدا وعاقل من عقلاء قريش من عاقلة وقريش عقاشي ذات كم التعب
أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ هم وأركتها وحان أضمانتا كسو بانتا لكحان إن لعبدأ يصنع محلو قورعة ما وح عقل قال أها إنه مدين با وحانو ما عقل با يعني عقل يا مكسين وحانو نديهين إن الصنم إن عبد لك حد عبد دو حقور عدي. أما أنا وحيدي فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنا وسه هل كاسن كش هذا يا أبي لكن وحن هذه كوتا. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة. عمير وحب بالله مكة ضدك إلهي إن وضد ويري ضدك إن وضد إلهي ويري ده حتى أسلم على يديه خلق كثير إلى ضد فربضان يكسو إسلامين دعوتي سيدا أجزل الله مثوبة عمير بن وهب إلهي أجر كيس هو ينيو ونور له في قبره قبر كيس الله أموري هي هذا نظل مرنا تاريخ ذا نيرا أفك بني آدم كانوا ليش يسون مراحل يهرك لدوان بيلا ذا هارك أقول حني قفك وصامر ومركو ظلماتك وكجر نورك إسلامك أم أركيني وأنا مرحلة دي خطرت هيت إيه وكسر بيج مع عمير أو آه كره جاي لبت إيه ما تحدي إسلامك وقبي لكن إلهي سبحانه وتعالى قفكي فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس إلهي مركو تمام معناه إلهي مركو إيمان قلبي يسوق بالنساب ويسكب بالدل وحكوا ما شكا قادنا النبي صلى الله عليه وسلم ثقادة يكرسوني لإلهي وكو قبي يجيسني ماذا أقول لها وحكوا لك قادنا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله سيوجع العيان يعني مركه لها خبيب درسي وقري والله مركه ان كهل ان سعيد وطن لها قدح ير ان يدرته والله انا ديار وهن رالنا ان كنا قد اسكي داي ان اني انت ماشي هيك حيسان يسوي بوسكي اد كنت انا عذابتان عمر الخطا مركي بوارت ايمان با ايمان كي بكي مركه انه كل مركه صدق قال لما مركه الصحابه الدير مركه سيده الله ورها النبي صلى الله عليه وسلم فحكى هذا المسك قادنا يسا نينكن سجع عمير مركي وصا إسلام النبي في بل دين إلى هبارة مركو برتنا كده يروح وقاعدي دين كنا الله فريسة دعوة له بعين دعوة الشلي نينكي بنت قوفي برنامج جري شرط كت تشكيلي بمان الله اللي في بري له كبق سيد باته يوحنا نحن معقولة ما كده مو دقائق ودتك إلى هي مركي أما دين إلى هي ودتك وير إلى سبحانه وتعالى نوح قدر خلق كثير ومكة إن يسوع إسلامه القام حكى قادنا بس يقول وحبي حب الله وحب رسوله إن الدين تتح وحن كله كي قادنا إنه حدادا ضدك أريق وحوشيين أذى الوشيقية يعني معنى صفان بن أمية شري برغرام كان أولين كان وشيقية وقد بلي محايا العمير باوش باوش سلبي أو قال بي وضع حين لبضوا لكن هذا ما أنت مركة وإنه مركة كهري ماذا وإلا هدان وصاص إذا سمعين لهين وحادي إلي صفان بن أمية إنه راسده عمير وجريس وقلت له هذا نفر تجيس وكذي ما ضيع وسواك حيس إلا دينك مركب وكعلي وأنا ذي قد كوب بحض عادي وشة هذه وح جارسي مركب وح جارسي سيد ويجي قد حوش يكتب هذه قد بباري ساوي وذلك إن دعوة شيء يا مركب ترى كو وح وجوه الرأي ماشي أنه كفى إذا الله فهنا قد بباري ناوي على الأقل حتى قف كان هدوس إحنا قد جيسن إنه سن أنك نسوهم جري وسن نسوها ويسن هل كان مركب وح كجرا درس عليه سيسلو إلى هنا بالله التوفيق ترسي يحكيه إلى شيخ محمد